الميدان يا تهانينا التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نحييكم ونجدد التحية واللقاء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا ايضا الثاني الذي خصص لفئة الابكار المهجنات الاصايل. نبدأ بالصدارة، نتابع المقدمة والمركز الاول، هذه فتنة لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني يتقدم على البداية وعلى المركز الاول، بينما نغلتنا على المركز الثاني، هذه اللي على ثاني المراكز الشاهينية من هجن ند الشبه يتقدم في التضمير سالم بن سعيد، بينما نتابع المركز الرابع، وفي المركز الرابع هنا ايضا الشبابية لاسمه الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي راشد بن سالم بن بخيت في عملية تضميرها، والمركز الرابع هذه سمحة محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي، بينما في المركز الخامس من الجانب الاخر هذه الطويلة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن رايد المكتوم، ثاني بن عبيد بن كديدة يتولى عملية تضميرها، والمركز ايضا السادس في هذه الانطلاقة اللي واصلة في المركز السادس الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد يتولى عملية تضميرها، وسابع المراكز في المركز السابع الآن هذه اللي تقدمت في هذه اللحظة، هذه هي غازية لفالح بن حميد بن فالح الشامسي، يقدم لنا غازية اللي على المركز أيضا السابع، المركز الثامن أشوف اللي واصلة في هذه اللحظات هذه سحابة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، بينما في تاسع المراكز بنلقى الشاهينية من هجن ند الشبه ويضمرها سالم بن سعيد، وعاشر المراكز هذه ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بن عرطي الحميري يتولى عملية تضميرها وتدريبها. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى، أضينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات اللي منطلقة في مسيرتي هذا الشوط، شوط المهجنات، بعد ما شاهدنا المتعة والإثارة في شوط المحليات، وأوراق هي من سيطرت على الجميع في شوط المحليات. يا هل ترى من هذه الأسماء من يسيطر على ناموس شوط المهجنات؟ فنتمنى التوفيق للجميع. عودة إلى المقدمة، عودة إلى فترة، فترة المشغوني هي مسيطرة في مقدمة الشوط، أحمد بن سعيد بن سيف المشغوني مسيطر مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما الشبابية الغادمة بإنجازاتها اللي نذكر لها إنجاز وطلوع وظهور متميز في بداية الموسم لتبحث عن الإنجاز وتبحث عن فوز جديد من خلال مسيرتها مع سن الإذاعة اللي تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وراشد بن سالم بن بخيت يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما الشاهينية في المركز الثالث ليجن ند الشبه سالم بن سعيد يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز الرابع هادي سمحة لمحمد بن غدير بن عبيد الاكتبي يتقدم سعيد بن غدير في عملية تضميرها ومتابعتها في هذا الاندفاع المثير والجميل، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس وهذه الآن ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان
الان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرتي الحميري يتولى عمليه تضميرها الشاهنيه والشاهنيه على مستوى المركز السادس والسابع، تعود ملكيتها لهجن ند الشبه، وسالم بن سعيد يتولى عمليه تضميرهن وتدريبهن. المركز التاسع الان اللي تقدمت في هذه اللحظات، وهنا المركز الثامن، نعم في المركز الثامن اللي تقدمت هذه ايضا متابعينا الكرام، هذه امسيه لعلي بن محمد بن سعيد الخاطري. المركز التاسع هذه غازيه فالح بن حميد بن فالح الشامسي، وعاشر المراكز، المركز العاشر هذه الطويله لاسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وثاني بن عبيد بن كديده يتولى عمليه تضميرها وتدريبها. هذه هي مراكزنا الاولى، هكذا النداء الثاني يكتمل لحضراتكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء. لكن عوده مع 1200 يا ابن بخيت يا مضمر الشبابيه، والله مو بغريبه، موقع ابوها بالفعل، موقع ابوها وموقعها اللي متعوده عليه نذكرها من الماضي. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الاداء، هذه الشبابيه لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، ويقودها متابعين الكرام راشد بن سالم بن بخيت الاكتبي، احد شبابنا المضمرين المبدعين في التضمير في المتابعه في شطارة ومهارة التضمير مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ، بينما في المركز الثاني هذه فترة أحمد بن سعيد بن سيف المشغولي، ولكن راغب اللي تحركت الآن ريمة يا ريمة، ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري. يا هي من معركة بدأت في هذه اللحظات مع الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية الشبابية، الشبابية غادمة غادمة، ريمة ريمة والشبابية، ولكن ريمة ريمة من غيرت وخذت المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خبير المضمرين مسري بن سالم بالعرط الحميري، مشكور يا أبو أحمد على فوز ريمة، على تألق ريمة، على انتصار ريمة بشوط المهجنات الرئيسي. سلام سلام يا ابو حمدان، سلام مالكي، هذا الشعار نهدي سموه، هذا الفوز والانتصار، وتهانينا لمسري بن سالم بالعرط الحميري على فوز ريم. المركز الثاني ايضا الشاينيه لجنة الشباب، المركز الثالث الشبابيه اسمه الشيخ احمد بن محمد برايد المكتوم. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي امسيه لعلي بن محمد بن سعيد الخاطري. المركز الخامس الى الاعضاء لجنه خط النهايه، هكذا هي النتيجه عوده للتوقيت الزمني، ساعه الوصول الى خط النهايه.